اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فارزقنا بفضل أيامه المباركة محبة الناس، وارزقنا القبول في الدنيا. اللهم إنا نسألك ودك، وأن تلقي ودنا ومحبتنا في قلوب عبادك. اللهم ألن لنا قلوب خلقك كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، ووفقنا لموافقة الأبرار، وجنبنا مرافقة الأشرار، وسخر لنا محبة من نحب، ومن عبادك من يكون لنا عونا على ما نريد وما لا نريد من أمور الدنيا والآخرة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.